إيجل سيف إس 150 خزنة كورية ضد الحريق، تمتاز بطبقة عازلة مع دهان حرارة ضد الخدش. إس 150 فيها دبل سيكوريتي سيستم، تفتح من خلال الكود والمفتاح مع بعض. سماكة الباب 4 سنتيمتر. سماكة الجدران 4.7 سنتيمتر، هيدا بيعطيها قدرة عالية لتتحمل محاولات السرقة بالإضافة لطبقة عازلة ضد الحريق. أما قياساتها الخارجية فهي 124 سنتيمتر بالطول، 64 سنتيمتر بالعرض، 63 سنتيمتر غمق، وزنها 285 كيلو. فيها رفان حديد ودرج لترتب وتفصل غراضك. الباب في مفصلتين فولاذ وخمس قفال كروم بسماكة 2.5 سنتيمتر، وحاصلة على شهادة SP. هيدي شهادة سويدية بتضمن لك انه بتتحمل حرارة 1000 درجة لمدة ساعة. وهلأ حنجرب حساسية الألارم لما نقفلها.